مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم من داخل وخارج أرض الوطن. جميع المغاربة، أكثرية يعني المغاربة يتبعوا قضية ديال شيماء الرجوية، طفلة مسكينة اللي كتعاني من إعاقة حركية. الآن حنا كنتواجدوا أمام إحدى المساحات المعروفة بمدينة الدار البيضاء، معنا الأم ديال شيماء، جينا معاها باش نوقفوا نشوفوا يعني فين وصلت الأمور. الدرية الآن غادا تدخل دير عملية جراحية، كنتمناو الشفاء إن شاء الله، وتمنى ترجع لينا وتخرج لينا إن شاء الله أحسن إن شاء الله. أختي نادية، السلام عليكم. السلام. أنت الآن أمام المصحة اللي الآن في هذه اللحظة اللي كنتكلم معاك فيها، شيماء كتجري عملية جراحية خامسة، ياك؟ شنو يمكن لك تقول للمغاربه، شنو يمكن لك تقول للمغاربه في هذه المساله هذه؟ شنو هو نوع ديال مثلا التحسن اللي يمكن انه تحسن شيماء ان شاء الله؟ تفضلي. السلام عليكم. شيماء هي في عمليه، كنتمنى تدعيو مع شيماء، والحمد لله هي راه في تحسن، قتلة غير عمليه وحده، ايد وحده، الايد الاخرى مزيانه دابا راه الحمد لله. كنتمنى العمليه هي تنجح لها الخامسه ويكون خير يا رب. غير دابا يعني نوع ديال التحسن اللي يمكن انه شيماء تحسن، شنو هما اضافه مثلا اللي يمكن تزيد هذه العمليه ان شاء الله؟ هذه العمليه خامسه خاصها الترويض، خاصها لاباري لايديها، لا اشنو يمكن تزيدها؟ اشنو الحوايج اللي يمكن مثلا تزيدها هذه العمليه خامسه؟ اشنو يمكن تزيد شيماء مثلا باش تقاد المشيه ديالها؟ حيت حتى اليدين عندهم دور، اليدين عندهم دور كبير في المشيان، كيشدوا التوازن. باش تولي تاكل بوحدها بزاف د الحوايج، راك عارف اللي دي المهمين. واخا اشنو دابا اللي باقي مثلا خاص شيماء ان شاء الله من وراء العمليه؟ اشنو باقي خاص شيماء مثلا؟ شيماء خاصها الترويض، وخاصها واحد لاطيل ايديها، خاصها ضروري ديك لاطيل باش العصب يبقى مسرعف لها، عاد باش دير الترويض وتولي تاكل. هذاك ياك راك عارفين من وراء العمليه مصاريف الدواء. دخلنا حنا دابا سجلنا معها مع الدكتور اللي غيدير العمليه، سجلنا معاه من داخل غرفه العمليات. اللي من هذا المنبر هذا ديال المغرب نيوز كنشكروه بزاف على التواصل ديالو، صراحه بين لنا على السعه ديال الصدر ديالو، الحمد لله ما كنزكيوش شي واحد، ولكن كنشكروه لانه تفاعل معنا داخل غرفه العمليات، وكان كنا كنتمناو اننا نديروا معاه واحد المباشر، ولكن تما ما كاينش كونيكسيون في هذيك البلاصه. استقام مسجلين معاه واحد الفيديو اللي غادي نلوحوه في اليوتيوب للمشاهدين ديال الأوفياء. فحنا كذلك كنتمناو الشفاء العاجل ان شاء الله لشيماء، وغادي نواكبوك اختي ناديه، وغادي نبقاو معاك ان شاء الله حتى ترجع لنا ديك الرجاويه، ترجع لنا زويله ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. شي دعوه، شي كلمه للمغاربه خوتك اللي كيتفرجوا؟ شكرا لكم كاملين كاع اللي دعمني ودعم مع شيماء، شكرا لكم كاملين، الله يجازيكم بالخير. شكرا اختي، شكرا، تحياتي. اذا الى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر مشاهدينا الأوفياء، يعني الأمطار الخير كتساقط الآن على مدينة الدار البيضاء، نخلو نادية هي كذلك تمشي، تحياتي لكم وإلى اللقاء.